يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة فصول. اليوم بنكمل حلقات سلم النجاح. اليوم الجزء الثاني من سلم النجاح راح نتكلم على المشاعر وعلى البلوكات اللي تواجهنا واحنا قاعدين نرتقي إلى سلم النجاح. عشان نوصل إلى سلم النجاح لازم نعرف شنو هي المشاعر اللي هي مسيطرة علينا يوميا. هل أنت تحسين بالحب والسلام والراحة يوميا، ولا شعور الغضب والتوتر والشك والشكوى هو اللي دايما يأثر على حياتك؟ إذا أنت قاعد تسمعيني وتقولين أنا ما أفكر في المشاعر الحلوة اليومية، ولكن اللي مسيطر علي عادات سلبية اكتسبتها على مر السنين، فأنا عندي عادات مو حلوة قاعد أكررها، هذا رح يبعدك عن سلم النجاح. في ناس عندهم للأسف واحد من البلوكات اللي توقف عليهم السريان والتوقف عليهم النجاح واللي ما تخليهم يوصلون حق السريان الحلو في حياتهم، عندهم عادة الشكوى. عادة الشكوى مو حلوة والشكوى معدية جدا جدا. إذا الإنسان بدأ يشتكي ويعيد ويزيد في أمور سلبية، أولا هو طاقته رح تنزل، واللي قاعد يسمعه طاقته رح تنزل، لأن اثنيناتهم مشتركين في دائرة من الطاقة السلبية. فالإنسان كل ما يشتكي ويشتكي ويشتكي هو مو قاعد يحل المشكلة، هو قاعد يتعب نفسه وقاعد يتعب اللي دار مداره. إذا أنت من الأشخاص اللي دائما كثير الشكوى، حاول تخفف الشكوى، حاول تخلي الشكوى معينة على شيء معين مهم جدا، ويكون حق الشيء مباشر. لا تدخل أشخاص وتدخل أفعال وتكبر الموضوع وتصير أنت في دور الضحية. أغلب شيء الإنسان اللي يشتكي يبي يكون أنه هو في دور الضحية، ويبي راوي الناس أنه هو عن طريق هذه الشكوى أنه هو مسكين، ويبي اللي دار مداره يتعاطفون معه. لكن لو كنا موضوعيين في طرح مشاكلنا، بحيث ان احنا ما نقول هذه المشكله سببها فلان او سببها فلان، لكن مثلا الموضوع هذا يحتاج لحل، والحلول واحد واثنين وثلاثة، وايد أسهل من شخصنة الشكوى. فلان مو زين، فلان أذاني، فلان كذي. أنت قاعد تعطين القوة للآخر على حساب نفسك. فمن الأفضل أن الإنسان يشيل عادة الشكوى أو يخفف منها قد ما يقدر، وقد ما يقدر يكون موضوعي ويتكلم بالموضوع اللي يحتاج لحل، ويقول أنا متقبل عندي موضوع، عندي مشكلة، وكلنا بشر ونمر مشاكل، لكن محور المشكلة مو شخص معين. أدري في أشخاص مؤذيين، في أشخاص سامين أو قصب علينا ساعات نتعامل معهم، لكن شنو هي المشكلة اللي هم قاعدين يثيرونها، وليش يثيرونها، وشنو هدفهم من إثارة هذه المشكلة؟ أغلب المشاكل لما تصير يكون الشخص اللي قاعد يثير المشكلة يبي يوصل حق شعور معين، يبي يوصل إنه يحسسك شعور معين، يحسسك بالضعف، يحسسك بالحرمان، يحسسك بالغضب. فلازم احنا نعرف هو ليش يبي يوصلنا هذا الشعور، وشنو سبب إنه هو قاعد يدخلنا بهذه المشاكل. وأحاول إني أنا ما أدخل في دائرة الشك ودائرة المشاكل يعني اللي قاعد يسوي لي إياها هذا الشخص، ولا أدخل بالشكوى الكثيرة، لأنها تثقل كاهل الإنسان وما راح توصل حق نتيجة، وراح تتعب نفسك وتتعب الآخرين. فمن نصايحي لكم اليوم أن تخففون الشكوى وتحاولون تكونوا موضوعيين وما تتكلمون بكل المشاكل اللي تصير لكم. يعني أنا لاحظ في بعض الناس للأسف يتكلمون بصغائر الأمور، أبسط الأشياء اللي تصير، يعني مثلا بين السائق والمربية بالبيت، بين الابن والمعلم بالمدرسة. إنزين هذه أشياء صغيرة إن أنت وتعيدون وتكررونها حق كل شخص بالبيت أو كل شخص بالأسرة، هذا قاعد يوتر كل الأسرة على موضوع سخيف. أنا دائما أقول لا تهتمون بصغائر الأمور، صغائر الأمور خلوها تنحل بروحها. لما تعطونها تركيز وتعطونها طاقة وتعطونها اهتمام، ترى تكبر وتكبر أكثر من اللي أنتوا تبونه، يعني يتوسع الموضوع ويصير أكبر من اللي أنتوا تبونه، يعني يكون بينكم في البيت. ما تبون إن موضوع
موضوع صغير بين المربية بين أي أحد إنه صار موضوع كبير والأم درت والأولاد دروا والزوج درى. لا، توافه الأمور خليها توقف عندهم، أهما يحلون مشاكلهم بروحهم. ما أكبر المواضيع لأن هذا قاعد يأثر على طاقتي اليومية وعلى هدوئي وعلى سلامي الداخلي. من الأشياء اللي تصعب علينا نحن نركب سلم النجاح هي الشك. الإنسان اللي عنده صفة الشك بحياته هذا إنسان للأسف مزعج لنفسه ومزعج للآخرين. الإنسان الشكاك حتى لو هو يبي يوصل حق سلم النجاح ويبي يرتقي إلى سلم النجاح ما رح يصعد ولا رح يرتقي. ليش؟ لأنه هو دائما عنده شك. الشك يبدأ من النفس، هو عنده شك انه هو راح ينجح، هو عنده شك انه هو راح يتطور، هو عنده شك ان حياته راح تكون افضل. هذه الشكوك تثبط الهمة، تخليه هو انسان يعني محبط وتخليه ما عنده طاقة انه يطور نفسه الى الافضل. غير الاشياء السلبية الثانية اللي الشكاك يخلي لدار مدار يتعرضون لها، لان الشكاك اذا قلت له شيء معين حقيقة معينة انت قمت فيها ما يصدقك، ما يصدق هذه الحقيقة، وهذه من صفات الشكاك. وإذا أنت شكاك وقاعد تسمعنا راجع نفسك، لأن هذا قاعد يتعبك أنت ويتعب كل اللي دار مدارك. الشك عادة سيئة جدا 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 وما راح تودي أي مكان زين، بالعكس راح تزيد التوتر عليك أنت، راح تخليك دائما تحس أن أنت في دائرة شكوك ما لها نهاية، راح تتعب أنت من الشكوك وما راح توصل حق نتيجة. واللي دار مدارك راح يتضايقون منك لأنك تطرح عليهم أسئلة وأسئلة وأسئلة فيها فضول، وتبين هذه الأسئلة والفضول اللي عندك أن أنت شاك فيهم وأن أنت شاك بكلامهم وأن أنت شاك بمصداقيتهم، وهذا راح يخليهم يحسون أن أهما مو مرتاحين بالتعامل معك. فإذا أنت شكاك أو أنت شكاكة هذه صفة لازم تتخلصون منها الآن الآن الآن، لأنها قاعدة تدمركم وتدمر كل اللي حوالينكم. رقم 3 من البلوكات اللي هي الإنسان اللي عنده صفة الحرمان، دائما هو محروم في حياته ودائما يحس بالحرمان. فالإنسان اللي عنده قلة استحقاق واللي عنده أن الحياة عبارة عن حرمان ما رح يقدر يوصل حق سلم النجاح. ليش؟ لأنه هو بيقول أنا صعب علي، أنا طول عمري محروم، أنا طول عمري أعاني من الحرمان، فالنجاح بعيد عني، الثراء بعيد عني، التطور بعيد عني، أبوي ما كانت كذي، اختي ما كانت كذي، شلون انا بصير كذي. يحط شماعة على الغير لانه هو استحقاقه منخفض وعاش يمكن فترة في حياته بحرمان. بس هل هذا دليل ان انا ما اقدر اطور حياتي؟ هل هذا البلوك يستحق اني انا اخليه يوقف في طريق السريان والسرنديب اللي ممكن يصير في حياتي؟ طبعا لا. بدل أفكارك، بدل استحقاقك من سلبي إلى إيجابي، بدل الحرمان إلى استحقاق عالي. الله سبحانه وتعالى سوى وفرة بالكون كله، سوى وفرة بكل شيء في العالم، ليش الوفرة كلها موجودة حق كل الناس وأنت بالذات دائما تحسس نفسك أن أنا ما رح يكون عندي وفرة؟ ومن الأشياء الحلوة اللي حب أذكركم فيها في نهاية الحلقة أن أنت عشان توصل للسريان لازم يكون عندك امتنان إلى وضعك الحالي. الوضع اللي أنت الآن فيه لازم تكون ممتن، فحاول تسوي تمارين صباحية وتمارين قبل النوم، تستذكر 4 أشياء امتنيت لهم الصبح و4 أشياء امتنيت لهم وصاروا لك خلال النهار. هذا رح يخليك متوازن، رح تخليك أكثر بطاقة الحب والسلام والاستقرار النفسي. في نهاية حلقتنا لازم نعرف أن سلم النجاح ممكن كلنا نرتقي ونصعد إلى هذا السلم، ممكن كلنا نطور حياتنا إلى الأفضل، لكن عندنا سلوكيات ذكرتهم بهالحلقتين عن النجاح وعن تطور الإنسان وعن الإنسان شلون يقدر يوصل للتدفق وللسريان وللسرنديب. من فضلكم تحاولون تفعلونها في حياتكم. إذا أنت شكاك تشيل الشك، إذا أنت إنسان مشتكي تشيل الشكوى وتبتدي تزيد الامتنان في حياتك إلى أن توصل إلى خطوات حلوة إلى النجاح.